العظيم. مبروك على الجمعية العمومية للنادي الأهلي العظيم. اعتماد لوحتها الأساسية اللي إن شاء الله هتبقى للأجيال اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها والمجالس الإدارات القادمة. دايما الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي أرقى وأذكى وأنشط جمعية عمومية، وزي ما أثبتت النهاردة هتفضل تثبت طول عمرها إنه الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتقول الأهلي فيه جميع. Yeah.